مقالة بعنوان كيف تولد من الله فتعرف الله شخصيا وتدخل في علاقة معه. إن المسيح يسوع هو حياة، والمسيحية ليست ديانة بل هي حياة الله في الإنسان. قد تكون حاولت سابقا التغير وفشلت، لذلك أنصحك أن لا تسعى أن تجيب على هذا السؤال بطريقتك، لكن دعنا أن نرى ما هي الطريقة الإلهية من كلمة الله. عليك أن تعرف الآتي: أولا، جاء يسوع المسيح الله الإبن ليصالحك مع الله الآب، لذا لا يمكنك أن تأتي لله بدون المسيح يسوع، كما يقول الكتاب في كورنثوس الثانية 5:19، أي أن الله كان في المسيح مصالحا العالم أي الخطاة لنفسه، غير حاسبا لهم خطاياهم. ثانيا، الله لا يحسب لك أي خطية ولا يدينك، لأنه لا يأخذ حساب الخطية مرتين. أقصد أن المسيح دفع أجرة الخطية بدلا عنك أمام الله، لذا فهو لا يريدك أن تدفعها مرة أخرى، لذا لا تسعى أن تدفعها وهي مدفوعة. فقط آمن بالرب يسوع الذي دفعها، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، يوحنا 3:16. ولكن ماذا فعل المسيح من أجلك؟ صلب، مات ودفن وقام من الأموات وصعد للسموات وجلس عن يمين الآب ليكون بديلا عنك حتى ينقذك من الخطية ونتائجها التي هي الأبدية في الجحيم والمرض والفقر. ثالثا، الله لا يدينك على الخطية التي فعلتها والتي ستفعلها. الكتاب يقول غير حاسبا لك خطاياك، وذلك في كورنثوس الثانية 5:19. سواء قبلت يسوع المسيح أو لا، فهو غفر لك لأن يسوع دفع ثمن خطاياك بفدائه. هناك من يقول إذن كيف أن من لا يؤمن بيسوع سيذهب إلى الجحيم؟ هذا بسبب خطية واحدة، وهي أنه لم يقبل الحل الفدائي الذي قام به يسوع المسيح، وليس بسبب خطايا فعلية. هذا ما جاء في إنجيل يوحنا 3:17-19، لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه هي الدينونة، أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور. إن الذي لا يؤمن بالرب يسوع سيذهب إلى الجحيم، وسوف يكون ذلك بسبب عدم قبوله للمسيح وليس بسبب خطاياها التي فعلها. رابعا، لا تحاول أن تغير من نفسك أو أن تتوقف عن فعل خطية. تعال للرب وهو الذي سيغير ويخلق روحك من جديد. الله لا ينظر إلى وضعك أو خطيتك، لقد نسى لك كل شيء وهو يتذكر دم يسوع فقط. تعال له كما أنت واتركه يغيرك. كيف سيغيرك؟ في النقطة التالية. خامسا، عندما تقبل يسوع المسيح سيخلق الرب روحك من جديد ويعطيك طبيعته وصفاته. تيتوس 3:5. هذا يطلق عليه الميلاد الثاني، لأنك ستولد من الله ميلادا حرفيا. نعم، وستكون لديك طبيعته، وكما تولد من والديك ستحمل صفاته فيك، فتجد نفسك تعيش بالطريقة الصحيحة لأنها طبيعتك. ولكن هناك فرق واحد، أنك ستولد من شخص واحد وليس كالبشر من أب وأم، بل من شخص واحد. وكما يقول الكتاب في بطرس الأولى 1:23،
أن فيك زرع الله، أي صفاته. ستكون ليس فقط بارا، بل وستشترك في الطبيعة الإلهية، وستكون بر الله، أي طبيعة الله. سادسا، لقد فعل الرب يسوع عمل كامل ليفتديك من الخطية ونتائجها. من يقبل يسوع في حياته ويسير معه، هو يعده بالآتي: الخلاص. إن كلمة الخلاص في اللغة الأصلية للكتاب المقدس سوتيريا، التي تعني التحرير، الشفاء الجسدي، الازدهار، الحماية، الثبات والاستقرار. الحرية هي من الخطية، وأيضا نوال الحياة الأبدية. الصحة والشفاء الجسدي، لأن يسوع صار مرضا لتصير صحيح، كما في أشعياء 53:10: بجلدات يسوع قد تم لك الشفاء الجسدي، بطرس الأولى 2:24. الإزدهار، افتقر لكي نختني بفقره، كورنثوس الثانية 8:9. حماية وثبات واستقرار، مزمور 91. يجعلك بر الله، صار المسيح خطية لأجلنا لتصير أنت بار، كما في كورنثوس الثانية 5:21. ما عليك أن تفعل هو كالتالي: عليك أن تعترف بأن يسوع رب، وتقول ذلك بفمك، وتدعوه أن يدخل قلبك ويلدك ثانية. إن آمنت بقلبك واعترفت بفمك خلصت، كما في رومية 10:9. الرب لا يرفض أحد يأتي إليه من خلال يسوع. إن أردت أن تقبل يسوع المسيح كمخلص لك، صلي بإيمان هذه الصلاة. صلي بصوت مرتفع: أبويا السماوي، أنا جاي ليك في اسم ابنك يسوع. كلمتك بتقول: من يقبل إليك لا تخرجه خارجا، فأنا عارف إنك لن تخرجني خارجا، لكن هتضمني ليك. أنا بشكرك على ده، قلت في كلمتك لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص. فأنا الآن بدعو باسمك، وعارف إنك خلصتني الآن. قلت برضو إني إن اعترفت بفمي بالرب يسوع وأمنت بقلبي إنك أقمت من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن بي للبر، والفم يعترف بي للخلاص. أنا أؤمن بقلبي إن يسوع المسيح هو ابن الآب، أؤمن إنك أقمت من الأموات لتبريري. أنا بعترف به الآن كربي. ولأن كلمتك بتقول القلب يؤمن بي للبر، فأنا أؤمن بقلبي دلوقتي، وأنا بقيت برك يا آبا الآب في المسيح يسوع، وخلصت. فأشكرك ربي. إن كنت صليت هذه الصلاة فأنت الآن خليقة جديدة. أهنيك يا ابن الآب. Thank you.
لك ليس مثلك ربي يسوع، أحبك أحبك ربي يسوع إلهي، أحبك أحبك ربي يسوع I'm not afraid.